عمليه يدويه كتصل بالشخص اللي كيتصل اول مره، كيتصل هو كيرد عليها كيقول لها السلام عليكم الله يخليك دوز ليا الرقم، كيقول لها الرقم او سميه الشخص تقول مثل ما تقدر. هي كتقوم اتصال بالشخص هنا كتتم العمليه ديال المكالمه ديالها. متحف اتصالات المغرب هو متحف تكنولوجي وكيشكل إضافة نوعية في الميدان المتحفي في المغرب بصفة عامة. تأسس في 2001 يعني، والسنة الفارطة احتفلنا بالذكرى العشرين لتأسيس هذا المتحف، وهو من كما قلت من نوع المتاحف اللي هي تكنولوجية اللي كتأرخ لتطور تاريخ الاتصالات منذ العصور القديمة إلى آخر تكنولوجيا حديثة مستعملة الآن. بالنسبة للفضاء المتحفي فهو تم تقسيمه إلى عدة أقسام تبعا للمعروضات اللي كيتوفر عليها المتحف. فعندنا الفضاء الأول اللي هو فضاء الوسائل التكنولوجية الأولى التي كانت تستعمل قبل اختراع الهاتف، يعني التلغراف الهوائي والتلغراف الكهربائي وغير ذلك. ثم كنمر الجناح الثاني اللي هو الجناح الذي تم بعد اختراع الهاتف سنة 1976، وهذا الجهاز هذا الجناح فيه معروضات لهواتف قديمة من نوع اليدوي اللي كنوجدوها كانت مربوطة بمقاسم هاتفية يدوية، حيث كانت هناك عاملات يدوية اللي كتقوم بربط الزبائن عند التواصل. ثم تنمر إلى الهاتف الأوتوماتيكي بعد اختراع الهاتف بالأوتوماتيكي يعني بالأقر الأرقام أو الأقراص الدوارة. ثم ننتقل إلى جانب آخر وهو جانب الأحبال الهاتفية سواء كانت هوائية أو تحت أرضية أو أحبال بحرية. وكاين قسم آخر فيه كنعرضوا الوسائل المرتبطة بالتطور الهاتف المتنقل، يعني منذ إدخال أول تكنولوجيا الهاتف المتنقل في 1987 في المغرب إلى الآن. وهناك قسم آخر خاص بالإنترنت وقسم آخر خاص بالأقمار الصناعية. في القسم الأخير الذي شاهدناه مؤخرا خصصناه للتاريخ المؤسساتي لاتصالات المغرب، يعني هناك جرد تاريخي من خلال الوثائق لمختلف المؤسسات التاريخية التي كانت قبل اتصالات المغرب، انطلاقا من البريد المخزني سنة 1892 مرورا بمكتب البريد والتلغراف والتليفون ووزارة البريد والتلغراف والتليفون إلى اتصالات المغرب. هو بالنسبة لمتحف اتصالات المغرب هو منذ تأسيسه يعني سنة بعد تأسيسه تم قبوله كعضو في المجلس الدولي للمتاحف. هو المتحف الآن يرأس اللجنة الدولية العالمية للمتاحف العلمية والتقنية داخل المجلس الدولي للمتاحف. وفيما يخص العرض المتحفي أو الحفاظ أو الصون الوقائي داخل المتحف فتنحترم فيه المعايير الدولية اللي كيوصي بها المجلس الدولي للمتاحف، خاصة فيما يتعلق بدرجة الحرارة والرطوبة وكمية الضوء التي تكون مضاءة بها الأجهزة المعروضة داخل المتحف. إذن فالمتحف كيحترم جميع هذه المعايير الدولية فيما يخص الحفاظ على المعروضات المتحفية. المتحف هو متحف يعني بطبيعة الحال مفتوح من الثلاثاء إلى السبت من 9 صباحا إلى 5 مساء، وهو بالمجان لكل المغاربة، يعني المتحف مفتوح فقط بالنسبة للزيارات المرافقة اللي كيكون فيها أشخاص كيتعدى مثلا 10 أفراد، فهذا كيلزم أنه مثلا يقوم بالتواصل معنا ليحجز موعد للزيارة، وإذا طلب حتى زيارة مرافقة فكاين هنا عندنا أشخاص اللي كيقوموا بقيام بتنشيط هذه الزيارات المؤطرة. وحنا كنشجعوا هذا النوع من الروبورتاجات الثقافيه لانه خصنا ضروري ان نوضعوا واحد البصمه اللي مهمه جدا هي التعريف بالمخزون التراث المغربي من خلال المتاحف، لان المتاحف ما هي الا نافذه اللي من خلالها ممكن ان المواطن المغربي يتعرف على التاريخ ديال بلاده من خلال لقاء يعني يراها بالعين المجرده وليس فقط يسمع عنها. مثلا لاحظت الان في المتحف عندما كنقول لكم ان تم ادخال الهاتف الى المغرب سنة 1883 وما هي الأجهزة، لا نتحدث هكذا وإنما ترون هذه الأجهزة كيف تشتغل. فالمتحف هو فضاء حي وفضاء للتعرف على تراث وتاريخ المغرب.